كعادتها تواصل ميليشيات الغدر والخيانة الإرهابية استهداف البدنيين من الأبرياء وقبض النساء والأطفال وجعلهم هدف لتلك الميليشيات المتوحشة والمنتقبة من أبناء مدينة الحديدة وضواحيها. هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الكهنوت في المدنيين يأتي ضمن خروجات الميليشيات المستمرة منذ إعلان وقف إطلاق النار. ففي هذه المدينة المسالمة مدينة الحديدة تم إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة، وتم إسعافهم من قبل أبطال المقاومة الوطنية ونقل 2 من المصابين من هذا المشفى إلى المستشفيات الأخرى نظرا لحالتهم الحرجة، فيما هذه المرأة لا تزال في حالة حرجة لم تتحمل السفر ونقلها من المستشفى من مدينة الحديدة إلى المستشفيات الأخرى. هذه جرائم الميليشيات الكهنوتية التي كما تشاهدها قنص النساء وقنص الأطفال. هذه الميليشيات ميليشيات الدمار الكهنوتية التي لم تستثني أحد من هذا القتل والإجرام، تقنص المواطنين أينما كانوا وأينما وجدوا وأينما حلوا، حيث يجدوا المواطن يتم قنصه ويتم كما تشاهدون الآن. ماذا ذنب هذه المرأة التي تم قمصها من قبل ميليشيات الإجرام التي تعودت على هذا الإجرام وقتل أبناء الوطن رغم شعارها الموت لأمريكا، وهي تقتل أبناء الوطن يخالف ذلك الشعار الذي تتغنى به ميليشيات الدمار والقتل. انتهاكات صارخة تتزامن مع اجتماعات ووجود رئيس رقابة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والانتشار باتريك في الحديدة، ولكن رغم ذلك لم تلتزم تلك الميليشيات بوقف إطلاق النار وقمص المدنيين. هذه واحد من الحالات، من 10 حالات اللي تحضر يوميا بقنص الحوثة ميليشيات الحوثي المواطنين الأبرياء اللي لهم لا ذنب ولا أي شيء في وآمنين في بيوتهم. هذه امرأة اليوم صيبت وصلت للمستشفى بقناص من ميليشيات الحوثي، وحيث هناك في لجنة تفاوض، وهم هذا اللجنة حقوا بالهذنة، هذا اللي يطلبوا بالهذنة والتفاوض، كذابين ويغنصوا المواطنين والأبرياء. فيما أبطال المقاومة الوطنية رغم هذه الخروجات المستمرة لا يزالوا ضابطين النفس ومتمسكين وعدم خرق الهدنة والرد على مصادر النيران. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من مدينة الحديدة عروس البحر الأحمر.